المستهل بملف رئاسية 7 سبتمبر المقبل، حيث يدخل 3 مترشحين غمار المنافسة الانتخابية ابتداء من 15 أوت الجاري تاريخ انطلاق الحملة الانتخابية. وضمن الاستعدادات للانتخابات الرئاسية، شرعت المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في تعبئة الوسائل اللوجستية كافة لإنجاح الرئاسيات من خلال معاينة جاهزية الفضاءات المخصصة للحملة الانتخابية. دوليا ومتابعة لردود الفعل المستنكرة للموقف الفرنسي تجاه القضية الصحراوية، أكد ناشطون صحراويون بالأراضي المحتلة أن موقف باريس ليس بالجديد ويعبر عن النزعة الاستعمارية التوسعية المتجذرة في فرنسا، وهو تصعيد خطير في موقفها التقليدي العدواني تجاه الشعب الصحراوي وحقه الثابت في تقرير المصير. عن فرنسا بالنسبة لنا احنا هي أكبر عدو، أكبر عدو للشعب الصحراوي، وأكبر عدو لإفريقيا، وأكبر عدو للديمقراطية، وأكبر عدو للحقيقة، وأكبر عدو لاحترام حقوق الإنسان، وأكبر عدو لحقوق الشعوب. يعني عن فرنسا وضحت بالنسبة لأي حد يعني ما كانت واضحة له فرنسا، اليوم فرنسا واضحة في مواقفها ضد الإنسانية. من مدينة العيون المحتلة ندوا بهذا القرار المخزي لدولة فرنسا، النظام التوسعي والمصلحي، الدولة الوظيفية، دولة المصالح، ما هو إلا قرار رشوة مبنية على تبادل آراء، مبنية على بنية هشة جدا. الحكم الذاتي الذي ولد ميتا. فرنسا كشحت أن يعني بها فقط في خصوص هذا الموقف، هذا لن يغير من عزيمة الصحراويين، ولن يغير من عدالة قضيتهم. الصحراويين ثابتين على مطلبهم في الاستقلال والحرية، وقضيتهم قضية تصفية الاستعمار، قضية عادلة وقضية حق، ونحن على حق. اليوم علنتوا في بيان واضح للرأي العام الدولي والعالمي، إذن احنا كصحراويين ندوا موقف فرنسا، موقف الحكومة الفرنسية والجيوش الفرنسية، ندوا هذا الموقف ونقول لهم عن الصحراويين راهم لهم الصحراوي اللي تعرف فرنسا، وراهم لهم الصحراويين اللي ما قدرت تقهر فرنسا منذ القديم، ولا إله تقهرهم، والصحراويين المستمرين من أجل انتزاع حقوقهم، ولا يهمنا فرنسا. في مستجدات الوضع بالأراضي الفلسطينية المحتلة، استشهد اليوم 5 مواطنين من عائلة واحدة جراء استهداف طائرات الاحتلال الصهيوني منزلا في منطقة ميراج بين مدينتي خان يونس ورفح، كما ارتقى عدد من الشهداء وأصيب آخرون جراء استهداف الاحتلال مجموعة من المدنيين كانوا متجمعين بمنطقة الشيخ زايد شمالي القطاع. وقبل ذلك استشهد 6 فلسطينيين بينهم 3 أطفال إثر غارة جوية شنتها طائرة الاحتلال الصهيوني على منزل في حي الصبرة بمدينة غزة. وبالضفة الغربية المحتلة، انتشلت فرق الدفاع المدني جثث 5 شبان فلسطينيين من داخل سيارة استهدفتها طائرات الاحتلال بصاروخين شمال طول كرم. وفي اليوم الوطني والعالمي لنصرة غزة والأسرى في سجون الاحتلال الموافق للثالث من شهر أوت، تسجل المنظمات الحقوقية 28 أسيرا شهيدا يواصل الاحتلال احتجاز جثامينهم، منهم 17 منذ بدء حرب الإبادة المستمرة بقطاع غزة. في الرياضة، وضمن منافسات اليوم الثامن للألعاب الأولمبية بباريس، تواجه اليوم الملاكمة الجزائرية إيمان خليف المجرية لوكا هاموري لحساب الدور ربع النهائي لوزن أقل من 66 كيلوغراما. كما سيدخل المنتخب الوطني للمبارزة سيدات المنافسة حسب الفرق إلى جانب الدراج حمزة ياسين في تخصص السباق على الطريق، فيما يخوض سيد علي بودينا السباق الترتيبي في منافسة التجديف.
بهذا نختم الموجز، العودة إلى الزميل عبد الجليل وما تبقى من فقرات برنامج هذا الصباح. إليك عبد الجليل.